نعرف دائما عندنا طاقات واشخاص عندهم جهود ويحبون يحققون كل الطموح اللي عندهم، هذه الامور كلها تحسب لبلدنا واشياء احنا نفخر بها، لكن يعني هذه الامور تجعلنا بأصاف الدول المتقدمه، لكن هل يا ترى هذه المواضيع المشاريع كل الطاقات اللي عندنا بالبلاد اكو احد يدعمها؟ هل يا ترى هي الها امور ميسره ماديا ومعنويا واكو دعم الها؟ خلينا نشوف من خلال هذه القصه بالموصل، وهي ايقاف مجموعه من الفلكيين واساتذه الموصل عن انشاء اول مصدر فلكي بالعراق، والسبب يعود بانه ها والله ما عندهم اقامه. طبعا راح نسرد لكم هذه القصه من خلال شخص اللي هو اسمه استاذ مازن، يصد نشاطات فلكيه واستاذ بعلم الفلك، تحدث عن قصته من خلال الفيسبوك هاشتاغ قتل الحلم. فكره انشاء اول مصدر فلكي عراقي في جبال دير مارمتي في نينوى تجهض بسبب البيشمركه اللي اوقفوا الرحله الاستكشافيه لعلماء طبعا واساتذه بالموصل تحديدا، والسبب كله بانه ما عندهم اقامه. يعني هل يا ترى هنا انت راح تعرقل هذا الموضوع وهذا المشروع بسبب انه ما عندهم اقامه؟ هنا اهالي الموصل تسالوا، الارض هي اراضيهم وهذا جبل موجود بمنطقتهم، شنو السبب حتى انه تكون اكو عرقلة يزورون هذه المنطقة او هذا الجبل حتى انه شرط يكون عندهم اقامة؟ طبعا احنا نشوف هذه الصور لدير متي، هذا الجبل اللي رادوا انه الفلكيين واساتذة بالموصل ينشؤون اول مرصد فلكي بالعراق تحديدا بهذه المنطقة، واللي منعوهم جهات حكومية وما تمكنوا من إنشاء هذا المشروع وهذا الفكرة بسبب هذه العرقلة اللي ذكرتها. طبعا نجي هنا على القصة بالتفصيل يلي ذكرها الأستاذ مازن اللي هو كان حاب ينشأ أول مرصد فلكي على حسابه بالكامل بدون أي دعم مادي من قبل جهات حكومية أو أي جهة أخرى. خلي نذكر لكم القصة. يقول: قصتي الحزينة مع محاولة تأسيس مرصد فلكي فوق جبل مقلوب مارمتي في محافظة نينوى، في محاولة لإحياء مشروع المرصد الفلكي العراقي اللي اندثر بالثمانينات بفعل الحروب والحصار. قدمت في أكتوبر 2018 دراسة إلى جامعة أربيل ثم جامعة السليمانية حول إنشاء مرصد فلكي فوق مواقع جبلية مناسبة دون أن يتحملوا كافة التكاليف المادية مثل ما ذكرت، لكن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل بعد شهور من البحث المضني عن مواقع ملائمة بعيدة عن التلوث الضوئي. كان أحد أسباب الرفض أنه حب هذا الأستاذ مازن تكون نشاطات المرصد متاحة لكافة الجامعات العراقية، وده يقول أنه أنا ما استسلمت. أيضا في فبراير شباط 2019 راسلت جامعة الموصل وقدمت لهم مشروع مرصد فلكي فوق جبل مقلوب ويدعى بالسريانية الفاف، ويعرف الجبل أيضا لدى أهل الموصل باسم جبل مارمتي نسبة للدير التاريخي الجميل على سفحة ارتفاع 1000 متر والتابع لمحافظة نينوى. طبعا ده يقول انه تفاعلت ادارة الكلية في جامعة الموصل ورحبوا بالفكرة وايضا قدموا كل امكانياتهم للمساعدة في انشاء المرصد رغم ما اصابهم من دمار كبير، وكنا نعرف في تحرير عمليات من داعش الضرر يلي اصاب هذه المحافظة والمناطق. ايضا يخص بالذكر يلي دعموا ورحبوا بهذه الفكرة اللي هو الدكتور محمد صبحي معاون العميد للشؤون العلمية، بالتالي وجهوا رسالة إلى قيادة عمليات نينوى بالتحديد حتى يوفروا لهم مرافق أمنية يصعدون الأساتذة والسيد عميد كلية العلوم إلى قمة الجبل في زيارة تفقدية، لكن ما حصلوا على الموافقة بنفس اليوم أو ليومهم هذا. يقول الأستاذ: علمت من تجاربي الحياتية أنه ما أنتظر الآخرين، رتبت أثناء زيارتي لمدينة الموصل صعود جبل مقلوب بضيافة ورعاية أحد الأصدقاء الكرام المتحمسين للمشروع، ورتبوا لي أو فعلا رتب لي صديقي لقاء مسبق مع السيد مطران دير مارمتي حتى أفهم المنطقة الجبلية جيدا، لكن فوجئنا بأنه الطريق المؤدي للجبل بوجود نقطة عسكرية تابعة للبيشمركة أوقفتنا وسألت إن كان لدينا إقامة في الإقليم، رغم أن المنطقة تابعة إداريا ورسميا وقانونيا ودستوريا إلى محافظة نينوى. يعني هي هذه المنطقة بالأول والتالي تابعة للموصل. سألونا عن سبب الصعود للجبل
فقلنا لهم الزيارة كانت هي يعني تفقدية للدير، لكن قالوا لهم انتم مو مسيحيين، وبنفس الوقت انه جابوهم احنا عندنا موعد مع السيد مطران دير متي. بعد ما صار اخذ ورد وجدل سمحوا لهم بالمرور. طبعا كان سيادة المطران سعيد جدا بالفكرة بعد ما شرحوا له شنو سبب الزيارة، فذكر لهم كلام جدا حلو ايجابي، قال لهم كنا نتوجه الى السماء نحن بالعبادة والصلاة وأنتم بالتلسكوبات والأرصاد، لكن كان صريح معهم بنفس الوقت، أعلمهم أن قوات عسكرية استولت على هذا الجبل ووضعوا نقطة عسكرية بأنه الديرنا سيتعرض للمضايقات المتواصلة من قبلهم، وكل ما أتاهم زائر تعرضوا للاستجواب رغم أنهم صومعة عبادة فقط ولا علاقة لهم بالشأن السياسي. دا يقول انه شكرت سيادة المطران على ضيافته الكريمة وصراحته والشجاعة اللي يمتلكها، وبكيت على عراق فاقد للسيادة والكرامة، واغلقت بكل اسى ملف المرصد الفلكي اللي كنت اطمح لإحيائه مرة اخرى فوق ارض الرافدين. يقول للمعلومة انه توجه بعد شهرين الى جبال المغرب الجميلة البحث عن موقع ملائم لإنشاء مرصد فلكي، وراح يكون ذلك حديثا شيقا لمقالات قادمة إن شاء الله. يعني ده نشوف للأسف أنه اليوم المواهب والإبداعات بالعراق ده تقتل. اليوم كل الأشخاص اللي عندهم أفكار يلي حابين أنه يفيدون ويخدمون البلد يلي يمتلكون طاقات ومواهب جميلة وعندهم كم من الثقافة والمعرفة والعلم، اليوم ده يقتلون هذه المواهب، اليوم ده يتم محاربتهم بدل ما احنا نوقف وياهم وندعمهم لان هم فخر لكل العراقيين. للأسف مكان ما يخدم بلده لان شاف كل العرقلات، شاف كل الصد وياهم، لكن راح وهاجر الى المغرب واستقبلته جبال المغرب، لكن جبال الام جبال بلده ما استقبلته وشاف كل الصد والرفض من العراق للأسف، يلي ده يقتل مواهب فعلا للأسف مع الأسف يعني فعلا.